بالطبيعة ضدها لأني كونها ما ثماش معناها توازن معناها في ما نقولش في الثقافة ما نقول معناها في ربما في العقلية متاع الزوز المنتخبين الرؤساء نظرا من كونهم يختلفوا هم وضد بعضهم تجي تقول وأكيد كما قال معناها المترشح الثاني باجي قاسبسي أنهم لو تصير المناظرة هذه أكيد أنهم معناها ربما باش يصير حتى بينهم شجار نظرا الاختلاف اللي بيناتهم معناها ولذلك أنا ما نتصورش إذا كانت تنجح ونرى معناها ما الطبيعي أن يكون ما يعملوهاش خير من احسن ما يعملوش خير معناها المناظره دي ضد هنا بالعكس انا راها مش باهي مصلحه بتونس فهمني ومش نتيح نتاع كباش هذايا باش تسمع بيا زوز رؤساء نتاع مقدارهم نتاع قيمتهم ولهذا من احسن قص علينا الحكايه هذه وتلاقوا تونس تلاقوا بالبلاد وقفوا البلاد على سقايا والسلام عليكم هذاك شو يستنى المواطن التونسي المناظره هذيا اول حاجه نقول لك ساعات احنا قبل كنا صغار نعديو الامتحانات ونقولوا نقولوا يوم الامتحان يكرم المرء او يهان معناها نجموا يكونوا يتقابلوا مع بعضهم وما يتفهموش تولي هذا يقول كلام والاخر كلام وتولي مشاكل كبيره يظل لي انا كان حتى المناور هذه مش عملوها يعملوها وكنت بعضهم لا من يرى ولا من شاف يا ودي اسمعني هي تو هم لازمهم يريدوا لازمهم يعملوا رئيس تفهم فيا ويريدوا يخلوا البلاد تمشي تفهم فيا هالمناوشات هذه والحكايات باش تولي فيها مشاكل بها خلوا المرس ضد المناظر ضد هي بلادنا بها يا راه علاش ضدنا جدا متوقعين بلاد كل مره مشاكل تسمع هاو ضرب بلوخ هاو الاخر تولي مشاكل ياسر في البلاد قال لي خويا كنتخبوا رئيس ونعيشوا عيشة باهية ورايدين لا مشاكل لا حس بينا ضد المناظرة هذي معليش خاطر بين الباجي ومرزوق ما يتفهموش مسير بيناتهم حساسية هي هذي ممكن تصير في فرنسا تصير في أمريكا الحمد لله عندهم سبري هذو مالارج وحداتها بين الباجي وبين الاخر مش تصير حساسية بيناتهم وما ظهالي كان تنجح وظهالي حتى إذا صارت فهمت حتى اللي في البرنامج مش يقدموه ممكن يتسكر وممكن حتى تصير مشاكل مع المناظرة خاطر أغلبية الشعب التونسي ما عاش برشا حقائق من حقه باش يعرف كل شيء باش ينجم يختار شكون رئيس متاعه أنا ما تفيد حد شيء مش قادر بسفيد حد شيء قطر البيجي 90 سنة ما زال في بيت البلاد والآخر تنجم تقول عنده شوية بشي بيت أما ما خلوهوش يخدم على روح ثم الناس ضده قاعدين ما همش خلينه يخدم على روح إيه المناظرة ما تنجمش توضح حد شيء المناظرة ما تنجمش عمل حد شيء معناها زيد المناظرة عاملينها زيد بقوم تصور أنا المناظرة تو مازلت ما عندناش تقاليد المناظرة يعني اسكو احنا في 3 سنين خلطنا الديمقراطية يعني في العقلية ولا ما نتصور يعني مازلنا ما خلطناش لل 100% ديمقراطية باش نقولوا يعني مناظرة ما بين زوز ما توفيش بسبين ولا شتم ولا يعني اسكو باش يحلوا البرامج بالرسمي والا جوست باش تولي عركة ولا نقول بصراحة بكل صراحة مسألش هي باهية برشا وكيما قلت لك راهي يعملوها الدول الراقية وباش توضح لنا النفو ولا احنا عارفين راهو الفرق احنا نعرفوا الفرق نزيدوا نتاكدوا فهمت اما نحبوا نزيدوا نتاكدوا ونحبوا نظهروا الحقيقه اللي هي ظاهره المناظره ما تنجم تفيد حتى شيء هما تبارك الله زوز فهمتني ولا لا عمالقه فهمتني ولا لا في الكبر ما تفيد معناتها بشيء ولهذا فهمتني ولا لا ذراعك يا علاف كل واحد يضرب على ضرب ابوه مناظره زايده لا باش تفيد الشعب التونسي لا باش تفيد حتى واحد احنا بالنسبه لنا احنا اللي بيشد رئيس هو اللي باش يخدم البلاد هذه هي اما مناظره بين هذا وهذا ما عندها ما تفيد حتى شيء هذا الشعب التونسي ما عادش يفيد المناظرات وقد ناظرني والناظرك الشعب التونسي حب ياكل حب يلقى مصروفه حب يلقى معناها ماكلته وشرابه ودنيته اما هذه مناظره بالنسبه لنا احنا بالنسبه للشعب التونسي ما عنده فيها حتى شيء انا مانيش معاها ليش يبدو كأنهم يتعاركوا فهمت يبدو قاعدين خاصة في البلاتوات كما قال هو البيجي قال كأنك باش متاع انتيح ذيك هي كي يبدأ انتخابات خير هوك الشعب هو اللي يقول كلمته الأخرانية الأولى والأخرى المناظرة اللي تصير بين المترشحين للرئاسة
حاجه ضروريه جدا، حاجه ضروريه، خاطر مهما كانت حاجات لازم باش تزيد تبين حاجات اخرين، وممكن في اخر لحظه واحد يغير رايه في الانتخاب او بالمناظره هذه، ممكن يكون مركز على حاجه بالمناظره هذه ممكن يغير رايه ياسر، والناس تعرف الفرق وتعرف كل شيء، يعني التونسي فايق وواعي، واعي بالقد. نرجع لهنا للمفهوم تاع المناظره، لانه المناظره اللي على حد علمي وانها تجي في مساله علميه، في عشان حقيقه من الحقائق، مثال في الوجوديات، فما شكون يقول الكون هذايا معناها عنده مرجعيه اسلاميه، يقول لك فما اله هو اللي خلق الكون هذايا، فما اللي يقول لك لا هذايا نظريه نتاع بيك بونغ ولا الى اخره، هذه تجي مناظره فيها. لكن مناظره في امور نتاع زوز مترشحين للرئاسه ما نتصورش تكون، حتى ولو هي يحبوا ياخذوها على الغرب وعلى الامريكان، لكن ما نتصورش انها باش تكون معناها باش تعطي فكره جيده للمواطن على الرئيس اللي يحب يختار.